على سلامتكم، تحية ليكم، مبروك عليكم العيد رقم 111 للنادي الأهلي، قلعة البطولات والكؤوس. عصام الشوالي علاقته بالأهلي بدأت من 99، هذا منكم من الأسرار. وأنا في إذاعة الشباب التونسية بعثت فاكس وقتها أستفسر عن تاريخ النادي الأهلي في الرياضات الجماعية وفي الألعاب الفردية، والنادي المحترم هذا وقتها كان الحاج سمير عبد ربه مدير نشاط رياضي، رجعني في فاكس بثمانية صفحات تاريخ الفريق الأحمر بكل الفروع، تاريخ التأسيس الفروع متاع الأهلي، ألقابه، أبرز نجومه. ولذلك الفريق هذا عنده احترام خاص في يعني عندي أنا، لأنه فريق محترف، وتأكدت السنوات وأكدت الأعوام أنه الفريق هذا بالحق قلعة، فريق منظم، فريق عنده جمهور أو شعب، فريق ناجح بالألقاب. حبيت نهنيكم بالدوري رقم 40، وهذه من عادات الأهلي، ولكن خاصة الألقاب الخارجية اللي أنا نمن بها اللي تعمل أمجاد الأندية، والألقاب الإفريقية في الطائرة أولاد وبنات واليد، يعني من يومين كان خاتمة سنة وبداية سنة إن شاء الله مليئة بالنجاحات والتوفيق. تحيات عصام الشوالي اللي عمره ما ينسى كأس العالم الأندية 2006 وتكريمه في قلعة النادي الأهلي بك الهرم اللي تكرموا به معناها الناس اللي تراهم ممكن يستحقون هذا التأهيل وهذا التكريم.